وسيحضر معنا اليوم الاستاذ يونس بخرين ليعطينا اجوبه مقتضبه. اذا في السيده او ما يسمى بداء فقدان المناعه المكتسبه. السيده او داء يتم الاحتفال باليوم العالمي لمحاربه داء فقدان المناعه المكتسبه للسيده في الاول من ديسمبر من كل سنة حول العالم، ويشكر هذا اليوم فرصة لدعم الأشخاص المصابين بهذا الفيروس من جهة، والتحسيس بخطورته وسبل الوقاية منه من جهة أخرى. من هذا المنطلق حرصنا في مؤسستنا على إثارة انتباه التلميذات والتلاميذ إلى هذا الداء. تم إطلاق اليوم العالمي لمحاربة السيدة في عام 1800 وكان أول يوم دولي مخصص للصحة. تجتمع وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني لتسليط الضوء على هذا الداء. يتم تنظيم تظاهرات توعوية ويهتدي الكثير من الناس الشريط الأحمر، وهو علامة عالمية للاعتراف بالمصابين بفيروس نقص المناعة ودعمهم والتذكير بأن الفيروس لم يختفي بعد. بالرغم من أنه لا يوجد علاج نهائي لمرض السيدة، إلا أن هنالك أدوية تهدف إلى السيطرة على العدوى والتخفيف من حدة أعراضه وعلاماته والحد من حدوث المضاعفات لدى المصاب. Songs and trees play.